ممكن تعرفينا بحضرتك؟ دكتور ماري أنج نهرة، معالجة نفسية ومحللة نفسية من لبنان. حضرتك النهاردة شاركتي في مؤتمر إدمان الألعاب الإلكترونية، عاوزين نعرف إيه قصة إدمان الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها للطفل العربي والمواطن العربي عموما. الإدمان بشكل عام هو مشكلة نفسية عم يتعرض لها كل الأولاد حاليا على الألعاب الإلكترونية بشكل خاص. الإدمان عامة هو نفس العوارض، إن كان إدمان المواد اللي مندخلها على الجسد أو إدمان الألعاب، ولكن المشكلة بإدمان الألعاب هو إنه الولد الطفل مش عارف يوقف، مش عم يقدر يعرف حدوده وين. ضروري يكون في أهل على طول وراه يذكروه الحدود، يقولوا له وين الصح وين الخطأ. وبالتالي بالبلاد العربية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني غالبا ما بيكونوا الأهل مشغولين عن أولادهم، وبالتالي بيكون الولد حر وبيقضي وقت كتير على السوشيال ميديا، أوقات على الألعاب الإلكترونية على الجيمز، وبيبعد أكثر وأكثر وينعزل عن الأصدقاء وعن التعاطي بشكل مباشر مع أصدقائه الحوالي والعائلة والأسرة، وبصير معرض لحالة الإدمان والانطوائية والتوحد وأيضا الرسوب بالمدرسة. كيفية تجنب هذا الموضوع هو بمراقبة الطفل والمراهق، والمراهقين عرضة أيضا كما الأطفال، واحد مراقبتهم ولكن من دون ما يكون في تسلط، يعني مراقبة جيدة وقريبة، وإنما أيضا يكون في تواصل مع الأهل، تحاور باستمرار، لأن بالتواصل في توعية، في أن نفهم الولد ليش هذا لازم نعمله ليش لا، أن نحد من التايمينج تبع الوقت تبع الجيمز، يعني ممكن يلعب ساعة ساعتين بالنهار بس مش أكتر، فتح مجال يروح على نشاطات تانية مثل الطبيعة والرياضة والأمور اللي فيها interaction مع العالم مع الناس social life، والاكتيفيتيز طبعا اللي هن هدول كلهم بيكونوا سبستيوت للادمان، يعني تعويض عن عمليه اللعب بالجيمز. طب نصيحه اخيره تقدميها للاسره، تقولي لهم ايه في 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 مو في إيجاز شديد؟ كونوا يقظين على اطفالكم، الولد ما بنخلص تربيته عند الانجاب، الولد يبدا تربيته عند تبدا التربيه عند الانجاب وتدوم الى